بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده. بوضوح اسمحوا لي في بدايه الحلقه ان انا اتقدم بخالص العزاء في وفاه المغفور له الشاعر الكبير الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، الذي كانت له اسهامات كبيره جدا في مجال الحياه الثقافيه والشعريه الجميله. كما اتقدم بخالص العزاء ايضا الى اسره الراحل الكابتن حسن الشاذلي، رائد من رواد كره القدم في مصر. وايضا اتقدم بخالص العزاء الى اسره الفنان الراحل الكبير ابراهيم يسري. واتقدم ايضا بخالص العزاء الى اسره العالم الكبير استاذ جراحه القلب الدكتور شريف الدجوي. فقدنا اليوم وامس العديد من الرموز المتميزه في مجالات مختلفه، ربنا يرحمهم جميعا ويسكنهم فسيح جناته ويعني ويصبر اهلهم يا رب. حلقتنا النهاردة حلقة هامة جدا، هنفتح فيها كل الملفات الدينية الشائكة واللي أدخلت الناس في حالة شديدة من الجدل. هنتكلم بمنتهى الصراحة حوالين القضايا التي ثار حولها الكثير من الغموض واللبس وسوء الفهم. هنحاول نسلط الضوء على هذه الأمور الخلافية ونعرف الرأي الحقيقي للدين وإيه السبب بأنها كانت وما زالت سبب لجدل ديني. هنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، وحنسأل هل أصبح مطلوب ومين اللي المفروض يقوم به. وحنتكلم عن قضية التراث وعن المساس بالأئمة الأوائل وهل اجتهدوا أم أخطأوا. وكمان حنتكلم عن قضية الحجاب والدعوات المفاجئة للبعض بخلعه وما مشروعية ذلك. وحنسعى لتبسيط المفاهيم وإزالة اللبس عن هذه القضايا الجدلية. كل ده مع فضيلة العالم الجليل الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف اللي مشرفنا النهارده. أهلا بفضيلتك مولانا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك وبضيوفك الكرام وبمشاهديك ويعني خالص العزاء في كل من ذكرت. والحقيقة طبعا أنا يعني عاوز أقول إنه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أنا شخصيا ليا ذكريات جميلة معاه، وقمت بزيارته في المستشفى الامريكي كان في باريس رحمه الله عليه، وكانت قد ايه شفنا الراجل ده متماسك وعنده ايمان بالله وعنده ثقه في الله سبحانه وتعالى وعنده رضا وعنده حب صوفي جميل في حاله من حالات الحب العاليه جدا. وقد ايه كان السيده حرم المصون ربنا يديها الصحه قد ايه كانت بتشاركه بنفس الروح حب اولياء الله والناس الطيبين، ما انساهوش ابدا حياه بخفه ظله وانتباهه وحبه للبلد الله يرحمه ويحسن اليه. فقدنا قامه كبيره جدا من قامات الشعر. وبرضه ما انساش الدكتور العلامه شريف الدجوي رحمه الله عليه. الحقيقه يعني انا مش عارف اقول لك احنا فقدنا مين. ده يعني هذا العالم الكبير صحيح كان من اجمل الناس اللي بتحب الخير واللي بتعمل الخير واللي بتقف جنب المسكين والفقير صحيح. الله يرحمه ويحسن إليه ويغفر له ويعوضنا عنهم خير إن شاء الله بإذن الله. اسمح لي فضلتك في البداية، احنا عاملين تقرير عن الخطاب الديني وفكرة تجديد الخطاب الديني. الناس نشوف التقرير ونبدأ حوارنا إن شاء الله. الدين فوق أن يجدد، لكن البعض يرى أننا بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني تجديدا يركز على فهم صحيح الدين لا يخل بثوابته. هو فعلا محتاج لتجديد وكمان محتاج لاهتمام، مش محتاج بس لتجديد، لأن هو أصلا أي واحد ملتزم بيبدأ يدخل المسجد ويقول الخطبة وهو أصلا مش بيبقى يعني واخد دراسة أو ما بيبقاش دارس أصلا. ربما يحتاج إلى التجديد، بس مش التجديد في الثوابت الدينية أو في الفقه أو في النصوص القرآنية المقدسة أو في الأحاديث النبوية الشريفة، لا، ممكن يبقى التجديد في بعض الفقهيات. لا طبعا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما حدش هيجدد في الدين. الخطاب الديني محتاج للتجديد على اساس نرجع للمسلم والناس الشيوخ بتاعتنا القديمه اللي كانت بتفسر الدين تفسير صحيح، مش زي اللي طلع في الفضائيات كل واحد بيعمل دعوه على مزاجه. والله هو الخطاب الديني مش محتاج لتجديد، هو محتاج لمساله اعاده صياغه. هو ما بيحتاجش للتجديد بقدر ما يحتاج الى انتقاء الناس اللي بتخطب، يعني اللي بتلقي الخطابه. تجديد الخطاب الديني وان وافق عليه البعض لابد له من الاسس والشروط التي تستند على اصول
شرعية علمية ذات مرجعية دينية صحيحة. إذا كان مجددون إن هو بيتكلم إن هو بحاول يبتدع في الدين، ده طبعا مخالف للشرع. إحنا نتمنى الشخص المجدد اللي هو بيكلم الناس دايما في الدين، هو ده هي دي روح الدين، مش تجديد إن هو يبتزل شيء أو يطلع حاجة جديدة بدون ما يكون عنده أي أسس عقدية أو يكون عنده مرجع ديني، أو سواء من القرآن أو من السنة. الناس اللي بيقولوا إن هم فاهمين في كل حاجة، هم مش فاهمين في أي حاجة. يجب أن الناس اللي تتكلم في أي شيء لازم يكون على علم بيه أولا، علم. بيدعوا إن هم مجددون للإسلام، بس هم هل هم على علم، على فقه، دارسين؟ هل هم من الأزهر؟ إحنا عايزين يطلع يتكلم على الشاشة والإعلام يكون من الأزهر، يتكلم في الدين يبقى دارس دين صح وفاهم الدين صح. محتاجين عالم من الأزهر أو عالم من هيئة علمية موثوق فيه يبدأ يتناقش معاه، ما يكونش بس يستخبى وراء الشاشات ويتحدث. الحاجة إلى علماء الدين والمختصين بالعلوم الشرعية ضرورة هامة لتجديد الخطاب الديني، تجديد يتواكب مع مرونة الدين الإسلامي السمح بكل العصور. اهلا بحضراتكم مره تانية. خليني ابدا مع فضيلتك شيخ خالد، يعني قضيه مثاره، هل الدين علم ام ليس علما؟ هو حاله خاصه بين العبد وربه، ولو علم امال فين استفتي قلبك؟ طب انت بكسر لك، انت بتخضني ليه؟ طب من البدايه، هو البدايه هتكسر كده، مش هينفع الكلام. صل على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. الحقيقه طبعا يعني اشكرك على هذا الطرح، يعني هذه المقدمه، بس انا عاوز اقول، هقول تعليق على المقدمه، اسمح لي اعلق على كلمه بس اتقالت. اتفضل. قلت ان احنا هنسمع حقيقه الراي الديني، أو حقيقة الدين، حقيقة الدين أو الرأي الديني، مش كده؟ هنعرف الأمور الخلافية هنسلط عليها رأي، نعرف رأي الدين فيها الأمور الخلافية، حقيقة رأي الدين. أنا سمعت كلمة حقيقة، المهم يعني فأنا كان نفسي أقول أشاركك يعني في المقدمة وأقول لك إنه هذه الحقيقة لا يعلمها حقيقة إلا ربنا عز وجل، إلا الله عز وجل. إنما أن يدعي واحد، ودي بقى الكارثة اللي إحنا هنبدأ بيها الحديث، أن يدعي واحد أنه يعرف الحقيقة، هنا بتكون الأزمة وبتكون الكارثة. يا ريت وأنا وأنت بنتكلم وأي حد بيتكلم في هذا الملف يقول هذا ما أظنه، هذا ما أراه، هذا ما أتصوره، هذا ما توصلت إليه، هذا ما أفكر فيه، هذا ما أعتقده، هذا ما أعتقده، هذا ما يدور فيه خالدي. أو هنا بتكون المسألة مفيش عملية الجزم، الجزم أو الحسم، اللي هو إيه، اللي هو صاحبك اللي كل شيء يقول لك اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اتحدى واقسم بالله، هي دي الكارثه. وده اللي يمكن الاشاره اللي اشار اليها الحبيب علي الجفري، وهي كلمه الاطلاقات، ما تطلقش، ما يبقاش عندك نوع من انواع الاطلاق. انا عجبتني الكلمه عشان كده برددها، يعني هو الاطلاق هو امر غير مقبول على الاطلاق. حلوه دي، الاطلاق امر غير مقبول على الاطلاق، بحيث ان احنا ما نجزمش. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بيقول أنا على صواب يحتمل الخطأ، وغيري على خطأ يحتمل الصواب. يعني هو الإمام، بلاش الإمام الشافعي ده، أنا هجيب لك من القرآن. أظن القرآن بقى واثق من نفسه، ما فيش كلام، ما حد يقدر يشكك في ثقة القرآن في قضيته، لا، إلا أنك بتقرأ القرآن يقول إيه، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لما القرآن اللي هو القرآن، يا خبر ابيض، اقسم لك بالله انا لما بقعد اسمعها الايه دي اقول الله، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، ده منتهى الاحترام للاخر، منتهى التقدير للاخر. انما احنا مبتلين، عندنا ابتلاء بشخصيه البازا فندي، فاكرها شخصيه البازا فندي؟ يقول لك انا دي لا، ما عندناش في الدين او العلم حاجه كلمه انا خليني ارجع لسؤال، عشان كده الدين علم ام علاقه بين الانسان وربه؟ واين تقف كلمه فاستفتي قلبك؟ وجود داعش او وجود الجماعات الارهابيه اكبر دليل على هذا الخلاف، على ان هذا الخلاف ودنا في ده، يعني لانه هم امراء الجماعات الارهابيه واللي انتموا اليها شايفين انه كل واحد له الحق في فهم الدين وتطبيقه. نعم. فيك الخصام ومنك الخصم والحكم، انت اللي هتحكم عليا، وانت اللي هتدي الفتوى، وانت اللي هتقول رايك، وانا غير مسموح لي بالوجود اصلا.
انا دوري في الموضوع مجني عليه. فهو الجماعات الارهابيه عملت ايه؟ شايفه ان الدين ما هوش علم، شايفه ان الدين علاقه خاصه بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. افعل ما شئت، اعمل ما شئت، افتك ما شئت، حلل دم من شئت، اهدر دم من شئت، انقلب على اي نظام حاكم كما شئت، هدد حياه الامنين كما شئت. فاحنا امام ظاهره جديده من ظواهر داعش داخل المجتمع. عفوا يا شيخ خالد، بس يمكن البعض يعني بيسيء استخدام بعض ايات القران مما يجعلها ربما تكون حملت اوجه، بمعنى اصح مثلا ان داعش مثلا تستخدم بعض ايات قرانيه في عمليات الذبح الوحشيه اللي بتقوم بيها، فكيف يعني يتم تفسير القران بهذا الشكل؟ ما هو بالادعاء بالتفسير الاحادي. انت لو النهارده القران عندنا كم قران؟ احنا عندنا قران واحد، وعندنا كم تفسير؟ تفسيرات، مئات الالاف من التفسيرات. يعني اللي التفسير مش مقدس، انما القران هو المقدس. فلو انت طلعت لي تفسير من كتاب، راي في كتاب تفسير، ما تخلوش حجه عليا وتقول اهو مكتوب عندك. لا، انا مش ملزم، ده موجود في التراث انما انا مش ملزم ان هو يبقى مقدس بالنسبه لي. هو احنا الخلاف في ايه؟ الخلاف ان احنا بنقول انه ما بعد القران والسنه ما فيش مقدس، كل انسان يؤخذ منه ويرد، كل انسان يقبل كلامه ولا يقبل كلامه. فهنا طب انا كمؤمن اعمل ايه؟ ما النهارده برضو انت كده بتحيرني اكتر، بتحطني في حيره. يعني لما بقعد مثلا بتكلم مع استاذ فقه مقارن يديني اربع اراء، اجي اقول له طب انا اختار انهي راي فيهم؟ يقول لي استفتي قلبك. هناك امور عامه وامور خاصه. في امورك الخاصه استفتي قلبك كما شئت. في الامور العامه بتوكل امرها لولي الامر او ولي الدوله او ولي او المفتي العام للبلد. هنا في الحاله دي بقى يعني قضيه زي قضيه الجهاد غير زي قضيه الغسل من الجنابه. الغسل من الجنابه هيحتمل الامر ان انا اخد رايين وثلاثه واربعه و17 راي. اغتسل كده، لا اغتسل كده، لا ادلق بالكوز، لا ادلق بالحنفيه، لا استحمى تحت الدش، لا انزل في المغطس. اي اراء عندك ما عنديش اي فيها لبس او مشكله. انما لما كانت قضيه جهاد دي انت بتهدد امه بحالها. ما ينفعش اثنين وثلاثه قاعدين على القهوه يقرروا جهاد ضد اسرائيل مثلا، واحنا قاعدين بنفكر مع بعض، اثنين ثلاثه يعلنوا جهاد؟ ما ينفعش. الجهاد ده قضيه جمعيه ولا قضيه فرديه؟ يبقى لازم نفرق ما بين قضايا الامه وقضايا الافراد. لما نتكلم في قضيه التجديد الخطاب الديني يبقى اول حاجه تحديد المفهوم والمصطلح. لما نتكلم في قضايا الامه شيء، ولما نتكلم في قضايا الافراد شيء. الخطاب الديني يحتاج الى تجديد ولا يحتاج الى تصحيح؟ انا هعمل ده بس ارد على السؤال الاولاني المهم. انت هل الدين علم ولا الدين غير علم؟ هل الدين حاله خاصه؟ ما كل واحد فينا مش محتاج علماء ولا علم ولا اساله اهل الذكر ولا كلام من ده، وحاله خاصه ولا هو علم؟ هو ده السؤال اللي بنساله. خد بالك من حاجه، لما سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والله وسلامه بيقول لابيه واذكر في الكتاب في سوره مريم، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهديك صراطا سويا. ايه العلم اللي كان عند ابراهيم؟ هل ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان استاذ فيزياء مثلا ولا استاذ فضاء ولا ايه العلم اللي عند ابراهيم اللي بيقوله لابيه؟ يعني هو اللي بيقول لك للاسف الشديد، ودي حصره كبيره قوي وكارثه كبيره، لما واحد يقول لك ان الدين ما هوش علم. اذا كان الدين ما هوش علم، ابراهيم بيقول لابيه اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، ايه العلم اللي كان عند ابراهيم اللي بيقول لابوه ان هو مش عندك؟ انسى دي، تعالى في سوره الكهف. في سورة الكهف بنلاقي إن سيدنا الخضر عليه السلام أو سيدنا الخضر، الخضر أو الخضر بس هو الخضر أصوب، سيدنا الخضر عليه السلام ربنا بيقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وإيه؟ وعلمناه من لدنا علما. هنا ربنا بيتكلم عن الخضر إنه عنده علم ولا ما عندوش علم؟ عنده علم. موسى لما وقف قصاده قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لو كانت المسألة فهلوة كان بعت موسى اصلا، ده هو بعت موسى اصلا للخضر يتعلم علشان منه، علشان يتعلم. صحيح. مش يتعلم منه ازاي تخرق السفينه وازاي تقتل الغلام وازاي تبني الجدار، هو يتعلم منه انه كل الامور التي تجري في الحياه يا اما مسيره ومقدره يا اما شرعيه خاضعه للنص والشرع. علشان كده احنا بنفرق ما بين علوم علم الامه وعلم الفرد، دي واحد. نعم. اتنين، علم الشرع لو ما كانش علم ما كانش ربنا قال فاعلم انه لا اله الا الله،
والناس اللي قالت ان الدين ما هوش علم كل واحد فيهم شاف نفسه قادر على الافتاء في امور الدين كما يحلو له بدون برهان وبدون هدى وبدون دليل. وهنا المشكلة. عشان كده ربنا بيقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى في ناس عندهم القدرة على الاستنباط وفي ناس عندهم القدرة لا. وربنا بيقول في كتاب العزيز وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة ديت يعني مجموعة مهيئة لحمل هذه المهمة اللي هم أهل الاستنباط أهل الفهم في هذه المسائل لأنها مسائل فكرية ومسائل تترتب عليها أحكام. يا سيد عمرو أنا مع احترام الكامل أنا عاوز أقولك باختصار شديد إنه عندنا حاجة اسمها مقاصد. المقاصد ديت التارجت الأساسيات بتاعت الدين. غلبت أقولها للناس لأن المسألة الناس فهمينها غلط. المقاصد ديت خمسة. إن الإسلام أو أي دين مش الإسلام بس جاء ليحمي خمس حاجات: حفظ المال والعقل والنفس والعرض والدين. الدين والعرض والمال والعقل والنفس. الخمسة دول مش بالترتيب يعني مش مهم الترتيب إنما الخمسة دول هم الحاجات الرئيسة أو المهمة جدا التي جاءت الديانات لحمايتها. فاللي بيفتي في الدين لازم أعرف إن فيه خمسة. وإنت بتتكلم لو كلامك يهدد واحدة من الخمسة دول يبقى كلامك غلط. لو فتواك بتهدد واحدة من الخمسة دول يبقى فتواك غلط. لو فتواك بتهدد حياة الآمنين مهما كانت مرجعيتها مهما كانت ده تختلف في ده أنت حضرتك ده أنت بتضرب في المقاصد الدينية نفسها. يعني أنت بتتكلم يعني لو فتوى بتستبيح أموال الناس فتوى غلط. لو فتوى بتستبيح أعراض الناس يبقى فتوى غلط. لو فتوى بتستبيح عقول الناس فتوى غلط. لو فتوى بتستبيح الدين دي فتوى غلط. لو فتوى بتستبيح أرواح الناس دي فتوى غلط. الخمسة موجودين عندك في حاجة غير المقاصد اسمها المصالح. ميم صاد ألف لام حا. مصالح. المصالح دي بتختلف من شخص للتاني ومن حالة للتانية. المصالح دول ثلاثة: ضرورية حاجية ضرورية حاجية تحسينية. دول اسمهم ايه؟ اسمهم المصالح. اشرح. اقول لحضرتك لو لقيت افترضنا ان انت لقيت واحد مرمي في حفرة عصابة خطفته وقلعته هدومه وزيام ولدته امه في حفرة وبيصرخ يا خبر اسود لقيت الراجل عريان كما يوم ولدته امه بتعمل ايه؟ بتفكر عشان تخرجه من الحفرة انك تجيب له ايه؟ ما يستر العورة. دي المصلحة الضرورية ما فيهاش هزار. تمام. فخدته خرجته بره بعد ما ستار عورته بملابس داخلية. مالك؟ قال لك ده عصابة خطفتني وبتاع. قلت له طب تعالى نروح لاسم الشرطة. فخدته ماشي بيه في الشارع بهدوم الداخلية ما ينفعش. لبسته جلابية. الجلابية دي اسمها المصالح الحاجية. أنا محتاج عشان أمشي بيه في الشارع. قالوا لك لا ده أنت لازم تروح للوزير الفلاني مستنيك علشان يشوف القضية دي ويحرك الدنيا ويقلب لك الدنيا. هتخش على الوزير بجلابية فبتجيب له بلطو. دي تحسينية. يبقى ضرورية حاجية تحسينية. عظيم. أنا بدي مثال كويس. عشان نقدر نتخيل. المصالح الثلاثة دول وظيفتهم إيه؟ إن لو جالك مثلا ثلاثة انفار عاوزين يستلفوا فلوس، الثلاثة بيقول لك عاوزين قرض من البنك. تسمع منهم عاوز تستلف ليه يا أستاذ سين؟ سين ألف وبه وجيم. عارف إيه يا ألف عاوز تستلف ليه؟ قال لك أصل أمي بتموت وعامل لها عملية جراحية ويا إما هتموت. فلازم أستلف فلوس عشان أقدر أجيب فلوس العملية. ويا به عاوز تستلف فلوس ليه؟ قال لي والله عاوز غير موديل للعربية. العربية ايه يعني الموديل بتاعها عاوز اطوره شوية واجيب حاجة اخر حاجة بتاعت السنة دي. طب ويا جيم انت عاوز تستلف ليه؟ قال لي والله عاوز بس الشقة ضاقت علينا وولادي عاوز اوسع الدنيا شوية كده. فلو انت لاحظت المصالح عند الثلاثة مش واحدة. مظبوط. ابو عملية جراحية لوالدته ده ضروري. صحيح. يبقى دي مصالح ضرورية. الفتوى ليه ضرورية أولوية. أولوية. نعم. التاني اللي عاوز يوسع على شقته يقدر يتحمل. صحيح. إنما الساعة أمر مطلوب والحاجة تنزل منزلة الضرورة يبقى حاجية. التالت ده تحسينية عاوز يحسن شكلية أخليه يستلف ويروح ويدين وبتاع علشان حاجة تحسين. يبقى هنا الفتوى اختلفت باختلاف الكيس أو الحالة أو الظرف اللي الشخص فيه. التلاتة دول بيعدوا على الخمسة المقاصد: حفظ الدين والعقل والنفس. خد بالك احنا اوعى تنساهم الخمسه دول: حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ثلاثة في خمسة يعملوا لك 15 تصور. 15 تصور. هل انتهينا؟ والله ما انتهينا. انا بوري الناس اللي بيقولوا ان العلم فهلاوه اللي فاكرين الدين فهلاوه. انا بوري بس عشان تشوفي الفقيه دوت او العالم ايه اللي محشي جوه جمجمته. ايه اللي جوه؟ ما ده اللي يمكن هيخليني اسالك اذا كنا بنتكلم على تجديد خطاب ديني من حقه ان يقوم بهذا التجديد؟
مش قال قال ربنا اللي قال؟ قال يا جماعة إن في ناس عندهم حاجة اسمها الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني اسأل الرجل المقصود المتخصص. المقصود بأهل الذكر مين؟ أهل العلم؟ أقول لك على حاجة. عارف الفرق؟ أهل القرآن يعني يعني تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى منعك إنك تسأل عنه أي حد؟ قال لك ما تسألش عني أي حد لو سمحت. لو فأنت مثلا إيه جاي تدور على بيتي، يقول لك لو سمحت، قلت لك ما تسألش عني أي حد، أمال أسأل عنك مين عشان أجي لك بيتك يا فضيل شيخ؟ قلت لك اسأل أئمة المساجد. اسأل. إنما لو رحت بار وسألت عني هقول لك مين ده بيبيع إيه، ده خالد الجندي ده بيبيع مثلا، فاهم قصدي؟ يعني يبقى اسأل على الحاجة في مظنها. ربنا بيقول لك ما تسألش عني أي حد، أمال أسأل عنك مين يا رب؟ قال الرحمن فاسأل به خبيرة. ايه خبيرة دي؟ هي دي بقى الثلاث بيضات بتاعتنا. كل جالة 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 فين العروسة فين لا كلام ده كلام ما شفناهوش الا في الزمن العجيب اللي احنا عايشينه. خبيرة يعني واحد فاهم ما معنى النص، ما معنى الكلمة، كيف يتم تنزيل النص على الواقع، كيف يتم استنباط الفتوى من مصالحها ومقاصدها اللي انا شرحتهم لك من شوية. عشان كده الرحمن قالها في الطريقتين، الرحمن فاسأل به خبيرة. الآية الثانية قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. ولا احنا في البلدي على النصية في الشارع في الحارة يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. يبقى في فرق ما بين الخبير والعالم. الخبير دوت ده هو ده المفتي، انما العالم هو ده الفقيه. العلم ده ممكن يتوفر للناس كلها، مش لازم يكون ازهري. انا ما قلتش انه لازم يكون ازهري، لا، ممكن واحد راجل طيب وعنده علم، انما خبرة تنزيل الفتوى على الواقع دي مصيبة تانية، دي ده موضوع كبير. بس هنا في اشكالية برضو بنقع فيها مولانا، هي فكرة ان الاجتهاد مسألة مشروعة لكن لا غبار عليها، لكن لما بيحصل سوء بقى في التأويل، سوء في التفسير، ويساء الى الدين بزريعة التجديد، كيف يتم ردع هذه الفوضى واين الازهر؟ طبعا انا مش مخول ليا ان اتكلم باسم الازهر. الازهر مؤسسة لا غبار عليها، والازهر على فكرة يعني مش عارف اقول ايه، عدت عليه 9000 محنة وفضل الازهر وعدت المحن. لو شفت تاريخ الازهر من 1000 سنة ايه ده؟ ايه اللي عد على الازهر من بعد ما بناها الفاطميين؟ وعدت دول متوالية ومتعددة، الازهر وقف وقفة جبارة في مواجهة كل جحافل، إن كان احتلال، إذا كانوا صليبيين وإن كان تتار وإن كان فرنسيين وإن كان احتلال إنجليزي وإن كان مقاومة الاحتلال وإن كان مقاومة الملك وإن كان مقاومة. تاريخ الأزهر لا يختزل في اليومين الأخرى اللي موجودين. لا، الأزهر ده حاجة كيان كبير. يعني أنت بتتكلم عن مؤسسة هي التي تقود، شايفه قوي موجود قادر يتعامل مع المشهد بقوة. هو كمؤسسة من الممكن انها تمرض، من الممكن انها تتعرض لأي ما تتعرض ليه مؤسسات الدولة ككل. الامر ده وارد على الجميع، احنا ما بندعيش ان الازهر في اسمى حالاته، بس بقولك ياللي عاوز تموت الازهر انسى، الازهر لا يموت. الازهر باقي ما بقي الاسلام. فانما طب الفوضى، هرجع تالي كلمة الفوضى اللي انا قلتها. نعم، فوضى، الفوضى التجديد. الفوضى دي مش غريبه برضو على المجتمع دلوقتي بعد. ايوه النهارده خليني اتكلم معاك ببساطه اكتر كمان. انا النهارده اعتبرني بكلمك شاب، عندنا شاب قاعد معانا اهو عنده 17 سنه وبيسمع العلماء الازهر الاجلاء فوق راسنا، وبيسمع لبعض هؤلاء الجدد المجددين او كما يحب ان يطلق عليهم او يحبون ان يطلق عليهم انهم مجددين، يسمع كلام ويسمع كلام تاني، والشباب بقى محتار يصدق ده ولا يصدق ده، ودخلنا في انكارات كثيرة هنتكلم فيها بعد هذا الفاصل. انا كشاب في الاخر مع احترامي لكل الموجودين، اخد برأي مين؟ اصدق مين؟ اصدق ده ولا اصدق ده؟ اصدق اللي لابس كاكولا ولا اللي لابس بدلة؟ اصدق مين وانا اكمل حياتي ازاي؟ خصوصا ان احنا الفترة دي بنمر بازمة، ازمة حقيقية بيمر بيها شباب كتير جدا جدا، وبنسمع عن بعض الشباب يتجه الى الالحاد نتيجة ايضا ان الافكار اللي بتصدر اليهم من خلال اجهزة الاعلام، من خلال بعض من يعني يطلق عليهم مجددون، فيها نوع من العبث احيانا فيشتت الشاب، ففي الاخر ينتهي به الحال الى طريق مسدود. تمام، طبعا لا شك انه في حالة فوضى، دعنا نسلم بهذه المقدمة، في حالة فوضى في كل مناحي الحياة، شملت كل مناحي الحلم، كل مناحي الحياة وكل مناحي العلم الموجود والمطروح. شفنا اطباء مزورين،
شفنا تجار نباتات تحولوا إلى صيادلة، شفنا صيادلة تحولوا إلى أطباء، شفنا مقاولين تحولوا لمهندسين، شفنا مبلطين تحولوا لمقاولين، شفنا ميكانيكية عملوا فيها أساتذة جامعة. شوف مع احترام الكامل خد بالك لكل المهن، تمام، كلها مهن على رأسنا من فوق، إنما إحنا شفنا حالة فوضى موجودة في الشارع المصري. المجتمع بيمر بمرحلة إعادة بناء وإعادة ولادة من جديد، مصر تولد من جديد بإعادة ترتيب الأوراق. إحنا شفنا برامج لتأويل الرؤى، شفنا برامج لقراية الكهف، شفنا برامج للفك السحر والطالع، شفنا حاجات غريبة الشكل، كله خلطبيطة مع بعضه. وإحنا اتعلمنا وشفنا انه الواحد فينا بيعرف، بس كمان دقى. شفنا شباب يا شيخ خالد ضايع النهاردة مش عارف يسمع لمين. احنا عندنا أزمة النهاردة، يعني احنا الحقيقة النهاردة واحنا قاعدين بنتكلم نحن نخاطب الشباب، ولازم الشباب يسمعنا ولازم يعني يدرك ولازم نناقشه بالمنطق وبالحجة، لانه الشاب المصري شاب ذكي وعنده فطرة وعنده فطنة، لكن عايز العلم ياخده منين؟ هو بلا شك المسألة محتاجة إعادة طرح فعلا، لأنها قضية وطنية واجتماعية مش هتتحل في برنامج ومش هتتحل في يوم وليلة، لا دي عاوزة قضية مجتمعية. إنما لما نيجي نتناقش فيها بلاش نظرية التحامل، لأن عندنا علماء مقصرين وما قاموش بدورهم، وعلماء قاموا بدورهم بدورهم. يعني في المطلق الدفاع في المطلق ده أمر الحقيقة بيبقى فيه نوع من أنواع الهاكس، احنا مش عاوزين نكذب على بعض، لا في علماء مقصرين وفي علماء خمل وفي علماء ما قاموش بدورهم الحقيقي في تجديد الخطاب الديني كما يجب وكما نتمنى، وفي علماء رضوا بان يكونوا مع القواعد، وفي علماء رضوا بان يرددوا ما قيل والمنهج بتاعهم منهج تلقيني، وفي علماء تضيق صدورهم بالكلام المخالف، وفي مجددون خدوا افكار المستشرقون وصدروها للناس النهارده تحت مسمى انها انتقادات، يعني برضو ده برضو موجود في المشهد. كلامك عظيم، احنا اصبحنا ما بين خطابين، خطاب اسلامي متخلف ما هوش قوي، عندنا خطابين اسلاميين، خطاب اسلامي جيد وخطاب اسلامي صاحبه عنده حالة من حالات التخلف عن الواقع، خطاب إسلامي متخلف أو خطاب علماني متطرف. الخطاب العلماني المتطرف مش عاوز دين على الإطلاق، لا عاوز علماء دين ولا عاوز دين ولا عاوز إضافة. الكارثة إلى أنه خلط الدين بالسياسة اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا أدت إلى أنه سقوط رموز دينية كان الشارع المصري بيجلها وبيحترمها. خلط الدين بالسياسة أدى إلى أزمة كبيرة وطاحنة، خلت الناس تفقد ثقتها في الدين وفي رجال الدين وفي كل ما له علاقة بالدين. فأنا شايف إن اللي بيحصل هو حالة نفسية. طيب، ليس أكثر من ذلك. خليني أطلع لفاصل عشان أرجع بعد الفاصل أسأل الشيخ خالد عن الإساءة للتراث، الإساءة للأئمة الكبار، الدعوات التي تطالب بخلع الحجاب، رأيه فضلته فيها إيه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وما زلنا مع هذه الملفات الشائكه مع في حضور فضيله العالم الجليل الشيخ خالد الجندي، وهنحاول نفتح تليفونات في اخر 10 دقائق في الحلقه ان امكن. خليني اروح معاك لموضوع التراث. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتاكلون التراث اكلا لما. نعم، صدق الله العظيم. انت قلت ان التراث يقصد به التراث الاسلامي، ده واحد من مضامينه. طب ما انت فكرتني للأسف مع سين من الناس بتكلم معاه وهو بيتزعم حركة تجديد الخطاب الديني، فبقول له ده التراث دي كلمة مذكورة في القرآن. قال لك ايه ده فين؟ قلت له في قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، ده ربنا بيعيب علينا ان احنا بنأخذ وبنقشش يعني عاطل على باطل أكلا لما من غير تمييز ولا تمحيص ولا تدقيق ولا تنقية ولا تحري ولا أي حاجة، المهم سابها اللي قبل منك انت خدتها وخلصنا، خدتها بعبالها. قال لك حرام عليك، ده التراث يعني الفلوس. قلت له الله، ده شوف ما هي وعدم الإدراك للغة ومضامين المعنى بتبقى مصيبة. قلت له طب هو الآية بعديه على طول قال وتحبون المال حبا جما، يبقى بيدلع الفلوس بقى، بيدلع التراث. ما هو قال لو كانت التراث يبقى الفلوس، امال وتحبون المال اللي هو ايه؟ خد بالك من الحته دي حته دقيقه ولطيفه جدا. احنا بنقول مثلا ايه التراث الفني،
يعني ايه نقصد ايه يا استاذ عمرو بكلمه التراث الفني؟ التاريخ الفني، الاعمال الماثوره في التراث الفني اللي تركوها الفنانين السابقين. صحيح. او الراحلين. صحيح. حلوه كده سهله. صحيح. يبقى اللي تركوه الاب سميناه تراث ولا ما سميناهوش؟ نعم. طيب كلمه تراث في اللغه العربيه معناها الميراث بالمناسبه، لانه كلمه تراث جايه من الارث، يعني الشيء اللي انت بتورثه. هل الدين ميراث ولا الدين مش ميراث؟ ما هو للاسف جهله باللغه العربيه عامل لنا فضيحه، والناس اللي ده مش عارفه. فهل الدين ميراث ولا مش ميراث؟ هو ده السؤال. هل الدين ورثناه عن حد ولا ما ورثناهوش عن حد؟ انت بتفسر بايه وجود اصوات بتطعن في التراث الديني وتشكك اساسا في وجوده وصحته؟ هو بيطعنوا في العاطل اللي فيه، في الباطل اللي فيه. ما هو التراث ده فيه ده وفيه ده. كلمة تراث يعني شيء جاي لك فيه الجيد والرديء، فيه الصحيح والسقيم، فيه الصواب والخطأ، فيه الآراء الفردية والآراء التي لا تتناسب معنا، فيه الآراء اللي كانت تحت وطأة انفعال، والآراء اللي تحت وطأة غضب، والآراء اللي كانوا بيملأ بها بعض الحكام والسلاطين، والآراء اللي بتتماشى مع فرقة من الفرق الإسلامية اللي موجودة. ففي تراث كتير عندك، أنت مش وظيفتك إنك تاخده باكج كده، هو ده التراث، واللي مش عاجبه مش عاجبه، الكلام ده ما ينفعش. ولذلك ربنا بيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا، يبقى الكتاب هنا ميراث ولا مش ميراث؟ طب لما تقرأ قوله تعالى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يبقى الكتاب اللي هو الوحي الإلهي تراث ولا مش تراث؟ ميراث يعني ولا مش ميراث؟ فإنما الجهل بقى باللغة تعمل إيه لكن هذا الموضوع أدى إلى إيه يا شيخ خالد؟ أن البعض يشكك في صحة بعض الأحاديث النبوية التي وصلت بالنقل عبر رواة الحديث والتشكيك، طال أئمة كبار مثل الإمام البخاري والإمام مسلم. كيف ترى ذلك؟ أرى ذلك بكلمة لازم يعرف بها كل واحد بيطعن من غير ما يفهم. اولا الطعن في الاحاديث او تنقيه الاحاديث او علم الروايه او علم الاسناد او علم الحديث ده علم احنا انفردنا بيه. بمعنى ايه؟ هشرح لك الحته دي في دقائق، بس اسمعني بقلبك الله يكرمك. شوف حضرتك عقلي والله. الله يمين يا رب. شوف حضرتك المساله بمنتهى الوضوح. هو هل ايه الفارق ما بين الاسلام كدين واي دين تاني؟ يلا يا سيدي اقول لك انا الفرق بين الاسلام كدين واي دين تاني. ان احنا عندنا حاجه اسمها الاسناد. الاسناد يعني مين قال ايه عن مين، مين قال ايه امتى وازاي وفين وليه، والراي فيه ايه، ونشات علوم خادمه لهذا العلم لا حصر له اكتر من 63 علم. علم الاسناد دوت الامام سفيان بن عيينه بيقول لك لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ما شاء. تاني لولا الاسناد، الاسناد يعني مين قال ايه، انت اللي قلت الكلام ده ولا لا، وبعد ما اعرف ان انت قلت الكلام ده اشوف معلوماتي عنك ايه، الصدق ام غير الصدق. يبقى عندنا حاجتين بنمر، ثلاث مراحل بنمر بيهم، فلتريشن، فلتره. الفلتره الاولى اتاكد انك قلت الكلام ده ولا لا. المرحله الثانيه اشوف صفات التحمل بتاعتك، انت حضرتك من صفاتك الصدق ولا غير الصدق. الحاجة الثالثة أفحص المتن الكونكلوجن، الموضوع الأيتم، المحتوى، الحاجة المحتوى، الخلاصة بتاعت الكلام اللي اتقال. عشان كده حضرتك شوف 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 يقولك إيه حاجة، ما علم الحديث هو الذي يبحث في الإسناد دراية ورواية، في حاجة اسمها الدراية وحاجة اسمها الرواية، إنما اللي مش متخصص مش فاهم ده. الدراية شيء والرواية شيء، يعني أنت بتفحص الإسناد ومش بتكتفي بس، أنت بتفحص المحتوى. فهو دوت اللي كان مصيبة، ده طلع يقول لك ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيسمعوا الكلام من غير ما يفحصوا المحتوى المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كارثة خطيرة. علشان كده الاسناد يعني ايه؟ مين اللي حط علم الاسناد؟ بالمناسبة دي اللي حط علم الاسناد ربنا. ازاي؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا، اي واحد يجيب لكم معلومة صدقوها؟ لا. قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فاعملوا ايه؟ فتبينوا. يبقى القرآن قال لك ما تسلمش بكل ما تسمع ولا سلم بكل ما تسمع. ده الآية واضحة، أنا مش فاهم الناس دي ما بتقراش القرآن. الآية واضحة بتقول لك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إيه التبين؟ أن تصيبوا. دراسة حالة الراوي والمروي يا سيد عمرو. دراسة حالة الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. يبقى لما تيجي تتكلم في إن جاءكم فاسق، وخد بالك من الجمال في الكلام، ما قالش إن جاءكم فاسق بنبأ فارفضوا، لا، ممكن يكون فاسق ويديك معلومة تبينه فيها صدق. نعم. وشهد عليها وكان صادق فيها.
وبعدين إن جاءكم فاسق، الفاسق ده مفرد ولا جمع؟ جمع. لا مفرد. مفرد مفرد مش فاسقة. نعم. ماشي، إن جاءكم فاسقة بنبأ فتبينوا فاسق. لا المقصود بها أن كل فاسق يعني. يبقى معنى ذلك أنه بيتكلم عن حالة فردية. نعم. ومن هنا وجبت دراسة روايات الآحاد، لأن الفاسق ده آحاده، إنما ما قالش رد المسألة. أبو جهل لما كان رايح للنبي لأبو بكر يحكي له قصة الإسراء والمعراج، كان صادق إن النبي فعلا قال إنه أسري به في الإسراء والمعراج. فهنا بنقول إيه؟ إن علم الإسناد هو علم يبحث في حال الراوي والمرء، ولما تيجي تتكلم في علم الإسناد ده علم وصل بدرجة إحنا تميزنا به إحنا عن أي أمة تانية. ولذلك كل كلمة كل حديث، طب اسمع مني المعلومة دي عشان خاطر النبي، قول سهل الله عليه الصلاة والسلام، كل حديث وبقولها على الهوى هو، كل حديث موجود على سطح الكرة الأرضية تم الحكم عليه بالقبول أو عدم القبول. لا. يعني أنت مش هتخترع لي العجلة، الموضوع منتهى عندنا خلاص، الأحاديث كلها تم الحكم عليه. في أحاديث اتفق على وضعها، وأحاديث اتفق على تصحيحها، وأحاديث اختلف فيها، وأحاديث ضعفت، وأحاديث قويت، وأحاديث اشتهرت. في النقطة دي هل نحتاج أو يحتاج التراث إلى عملية تنقيح شيخ خالد وإزالة بعض الأشياء التي يحدث عليها جدل أو خلاف، وهل هذا التراث يحمل القداسة التي يصورها البعض ويعتبر أن المساس به مساس بالدين نفسه؟ ما هو دي تتعلق بقضية التجديد، الخطاب الديني اللي احنا كنا بنتكلمها مباشرة. علشان نفهم موضوع التراث ده انا عاوز اقولك على حاجه. أيوة. التجديد دوت يا سيد عمرو بالمناسبه عشان الناس بس تبقى عارفه عن ايه تجديد الخطاب الديني، الناس زهقت واتخنقت وملت وتعبت نفسيا من كلمه تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني دوت بينقسم الى قسمين اتنين، من حيث الشكل ومن حيث المضمون. نقول كمان تجديد الخطاب الديني هو التجديد من حيث الشكل ومن حيث المضمون. من حيث المضمون نتكلم من الاول، خلي الشكل ده دلوقتي، تمام، هنتكلم في الشكل، نخش في المضمون، نخلي في المضمون. من حيث المضمون التراث الاسلامي بقى اللي هو اللي خدناه عن الصحابه والتابعين وبعد التابعين الى الحد اول امبارح، في حاجتين اتنين، في امور ثابته فيكسد ثابته، وامور متغيره. تاني المضمون ده في ثابت وفي متغير. ما تيجي نشوف الثابت ايه عشان نخلص ونركبه على جنب ونبعد عنه. الثابت كل ما هو معتقد، العقيدة دي ثابتة مش هتتطور مع يوم الأيام، الغيبيات كلها ثابتة. يبقى بنقسم الإسلام لقسمين، يلا بينا نقسم الإسلام لقسمين، إلى عقائد وإلى أعمال. نقول كمان الإسلام ينقسم إلى قسمين، إلى عقائد وإلى أعمال. بعمل بإيده هو بالبادي لانجوج اهو، تمام، العقائد وأعمال، تمام. العقائد لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا ترى بالعين المجردة ولا تدخل أنبوب الاختبار ولا يمكن اقتراب منه، دي اسمها العقائد اللي جوه القلب، تمام. زي الله وصفاته والبعث والحش والصراط والميزان والحوض والشفاعة، دي أمور احنا ما شفناهاش. ما تشغلش مخك في الجن، الجن لونه والجن الازرق والجن الاحمر والجن الاخضر والجن البني والجن الفوشيا، ما فيش الكلام ده. هو في جن وخلاص، انما الوانه ايه ما اعرفش. لما جعل الملائكه الرسل الاولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع زي ما قال في سوره فاطر، شكل في بقى خماس وسداس ما اعرفش، هو اللي عندي قلته اللي الايه قالته انا بتوقف عنده. طيب شجر سدره المنتهى، الحوض الشفاعه، تقول لي طب الناس هيقف 40 الف سنه ازاي الناس الكلام ده كله، أنا لا أمرها على عقلي إنما أمرها على قلبي. فالعقائد لأنها ليس للغائب ألفاظ تدل عليه بقيت في طي الغيب لا يعلمها، ده حتى ربنا يا جدع اللي بيقول قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما حدش عارف الأمور الغيبية دي تفصلها إيه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدي العقائد. طب الإسلام بينقسم إلى قسمين، نقول كمان عقائد وأعمال. العقائد قلناها، الأعمال، هل العقائد بقى كده الأول قبل ما أسيبها تتطور؟ يمكن واحد يعدل بقى في العقائد ويجيب لي بقى يعني مثلا إيه في مثلا إيه سمعت بس ممكن يكون فيها أعمال عقل. أعمال عقل مش ممكن، استحالة. يعني في ناس ممكن يعني أنا ربنا قال متكئين فيها على الأرائك، هذا للتمثيل، لا أعمال عقل في تفكير البني آدم في الغيبيات. اديني مثال. لا يعني اي مثال يعني مفيش، لا يمكن اعمال العقل في الغيبيات. اعمال العقل في الغيبيات هو الهطل بناء بعيني عند بعض الناس، لكن البعض يا شيخ خالد ما نقدرش ننكر انه هو لجأ للالحاد لانه اعمل العقل في بعض الغيبيات فلم يؤمن بالغيبيات كلها. هو ده بقى ما الذي يؤديه اعمال العقل في الغيبيات، حاجتين اتنين، يا اما الالحاد بالكليه يا اما نشأة الفرق.
يعني شيعة وخوارج وملجاء وكرامتها ودروز وبهائية وكل ده نتيجة ايه؟ نتيجة اعمال العقل في الغيبيات. انما عشان كده اهل السنة والجماعة اللي هم احنا كلنا في مصر كلنا في مصر بإذن الله يعني ما عندناش بقى اعمال عقل في الغيبيات فخدناها زي ما هي كده. ما لا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تعليل. لا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تعليل. خدناها زي ما هي كده لان غيبيات ميتافيزيكس حاجات ما تتشافش وما تتحسش بالايد. ننقل من العقائد ونيجي لحاجة تانية اسمها الاعمال. احنا قلنا الاسلام ينقسم ليه كم قسم؟ نعم. اتنين قسمين. عقائد واعمال. وعمال. خلصنا من العقائد ما ينفعش فيها تحديث خطاب ديني يعني ايه؟ تمام. خليها زي ما هي كده زي ما هي ما تقدرش تعبث في هذه المسألة. اما بالنسبة بقى للاعمال. الاعمال ديت بتنقسم لحاجتين. عبادات الاعمال اللي هي الحديث اللي جاء فيها انما ايه بالنيات. انما الاعمال بالنيات. هي دي. الاعمال دي بتنقسم لقسمين. عبادات ومعاملات. العبادات المغرب 3 العشاء 4 العصر 4 الفجر 2 هتطورها ازاي هتعملها ازاي يعني ايه يعني ايه اللي ممكن الوضوء كده تحج وتطوف كده احنا في الحج بنبوس حجر وبنلف حوالين حجر وبنضرب حجر ده اسمه ايه اسمه امتثال. العبادات غير معقولة المعنى. تاني العبادات قاعدة كده عندي احفظوها كده العبادات غير معقولة المعنى. ما يجيش واحد يقول لك ايه ممكن تقول لي سبب شرعي ان المغرب 3 ركعات والله ما في شيخ في التاريخ الاسلامي يرد عليك ولا يقدر يشرح. تمام. احنا منا هو قال هنا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا خذوا عني مناسككم. نعم. خلصت القصة. تمام. طب نيجي بقى للمعاملات هي دي بقى الباب المتسع للاجتهاد ابتكار الوان المعاملات البنكية والمعاملات بين الناس والمعاملات ده اسمه المضمون. كل ده اللي انا بشرحه هو ده التجديد في المضمون. التجديد في المضمون يكون في باب المتغير. وباب المتغير فين يا مولانا؟ مش في الثابت، في المتغير. طيب. باب المتغير فين؟ في المعاملات. اما الشكل اذا سمحت لي ابدا فيه ما سمحت ليش خلاص هطلع لفاصل عشان انا عايز اتكلم مع حضرتك. عندي 3 محاور ووقتي النهارده يعني مش متسع لكن هنحاول نتكلم فيهم. عندي موضوع المساس بالائمه والمذاهب، عندي حروب الرده، عندي المراه في الاسلام. 3 محاور ارجو ان الوقت يعني يسعنا عشان نتكلم فيهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية فضيله الشيخ خالد الجندي. الحقيقه يعني يمكن المحاور عندي كتيره لكن هحاول ان اختصر واوجز. خليني اتكلم مع حضرتك عن موضوع المساس بالائمه والمذاهب. ايه راي حضرتك في يعني الذي يرمي او المساس بالائمه والتشكيك بصحه المذاهب؟ يا راي ان احنا بلد خد بالك بس من حاجه بس عشان تبقى الامور تبقى واضحه. اصل انا برضو ايه انا مش عاجبني بعض الشيوخ اللي كانوا بيسمعوا شتيمه الائمه وبيبتسموا. ما فيش ابتسامه، ما ينفعش الابتسامه في حاجه زي كده. ده شغل ولاد بلد. اللي يغلط في ابويا حديله على دماغه، مفيش هزار. ان بص حضرتك ان كان الحوار هيقوم على الحجيه واحترام العقل انت فوق دماغي من فوق، انما ابقى قاعد قصاد منك واسمعك بتقول على ابن تيميه رضي الله عنه وارضاه انه سفاح ولا تاجر دم وابتسم في وشك، لا الكلام ده ما ينفعش وما يصلحش ومش بتاعنا. وما بص سيدنا الحسين ستنا السيده زينب دول آل بيت رسول الله ولا لا؟ اللي بنتكلم اللي بيغلط فيهم دول قال بيت رسول الله. بس يمكن يا شيخ خالد هل الخلاف الموجود بين المذاهب الشرعيه كان سبب او ذريعه لهذا الانتقاد؟ هم حرين اللي ينتقد. الانتقاد ده حق مواطن كل مسلم. انت من حقك تنتقد ابو بكر الصديق. سمعني حضرتك معاك. الصديق الذي لو وزن ايمانه بايمان امه لرجحت كفه الصديق. نعم. من حقك انك تقول انا ما عجبنيش موقف ابو بكر الصديق في الموضوع الفلاني لانه لا يوحى اليه من قبل الله، انما تشتمه يا خبر اسود، انما تهينه، انما تقول على سيدنا الامام محمد بن حنبل حماده، تقول على الفقهاء الاربعه النصابين الاربعه، هو التجديد في نظرك انك انت تهين اولياء الله صالحين؟ ده الحديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالمحاربه. من عاد لي وليا، واحنا قد الناس دول؟ يعني انت بتجيب الاولياء علشان نهينهم؟ طب انا اقول لك هو يقدر يشتم ام كلثوم؟ هو يقدر يتطاول على محمد عبد الوهاب المطرب؟ هو يقدر يتطاول على فيروز ولا يشتم مع احترام الكامل لشخصياتهم وفوق دماغنا من فوق؟ انما ما نقدرش. احنا بنتكلم على الاشخاص الثقافيه والفنيه واحنا ماسكين شوكه وسكينه. احنا بنلبس جوانتي قبل ما نجيب سيره رمز من الرموز الثقافيه زي يوسف ادريس ولا توفيق الحكيم ولا يوسف السباعي ولا هتقول لي ما هم دول لا يترتب على كلامهم دي؟ لا، دول رموز بغض النظر عن المنتوج او البرودكت بتاعهم ايه. دول رموز. لا، ان ما احترمناش رموزنا احنا هنبقى امه لقيطه، أمة لا وجود لها على الإطلاق.
احنا كل اللي بنطلبه حاجتين يا عم الشيخ عمرو مالهمش تالت، عفة اللفظ وامانة النقل، انقل صح ما تكتزئش، مش نظام فعل المصلين صدق الله العظيم وتقوم تسيبني وتسيب العيال تلحد والشباب الكلام ده، ما هي ده الانتصار؟ الانتصار انك تبلبل الاولاد وتقص الكلام. ده درجة ابن تيمية اللي تقول عليه اكتر امام حقا دماء المسلمين رضي الله عنه وارضاه. الامام البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، انما قلت لك ان البخاري قرآن فيه ما فيه وعليه ما عليه، له ما له عليه ما عليه، كل انسان يؤخذ منه ويرد. ما بقى اشعرش ما بقى، احنا عندنا منهج نقدي لا مثيل له في تاريخ الديانات. يعني انت توافق على انتقاد هذه المذاهب لكن انت ضد الاساءة لرموز هذه المذاهب، وضد اساءة النقل ايضا. نعم. يبقى حاجتين، عفة اللفظ وامانة النقل. انا مش طالب معجزة، انما طبعا احنا ضد اي ايقاف برنامج، ضد ايقاف اي انسان ناقد، ضد اذا يا اخي الكلام يبقى ارجوكم احترموا عقول الناس واحترموا مشاعر الناس. فما تشتمش الرموز، لانه ده ربنا قال لك ما تشتمش الصنم في حاجه تانية. هل هنا بقى الاجتهاد او اجتهاد هنا الاجتهاد ممكن يضر بالامه الاسلاميه؟ ده مش اجتهاد، ده استهبال. انت ده بقول لك ممنوع انك تشتم صنم. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ما تشتمش واحد بيعبد صنم، ربنا نهاك عن ده. يوم القران يسمح لك او الاسلام يسمح لك او التجديد او الاجتهاد يسمح لك انك انت تشتم رموز؟ ده كلام مش منطقي ومش مقبول، وكلام استفزازي لمشاعر المسلمين، ويؤدي الى نتائج اسمها التطرف. التطرف دوت نتاج ايه؟ رد فعل عكسي، لان لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي له في المقدار. تمام. هتلاقي اللي رافض هذا الاتجاه هيتطرف زياده وهيتشدد زياده، وانا اللي هدفع الثمن. يعني لما لقى واحد علماني متطرف شايف ان التراث قمامه ويترمي في الزباله، والائمه سفاحين، واحمد بن حنبل بقى حماده، والفقهاء الاربعه بقوا من النصابين الاربعه، هيجي لك واحد تاني شايف ان الامام احمد بن حنبل ده اله، ها مش مجتهد وبس، هيبالغ بقى اكستريم، عارف اكستريم؟ هيبالغ، ومين اللي هيدفع الثمن؟ انا وانت. القضية البلد، احنا محتاجين لأدبيات في الفكرة، هو ده أدبيات احترموا بعض، النقد، أدبيات التعرض لهذه المذاهب أو دراستها وتحليلها وتنقيتها إذا ما صح التعبير، لكن الإساءة مرفوضة صحيح. طيب خليني أروح مع حضرتك، وإحنا برضو أنا بأكد إحنا مش عاملين ده بنرد على حد بعينه، يمكن سيادتك يفهم ما بين السطور يعني بتشير إلى موضوع معين، لكن إحنا بنتكلم في موضوعات أكثر عمومية. صحيح. البعض يعتقد أن حروب الردة بعد وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تشكل مادة دسمة لتوجيه النقد الإسلامي. البعض ينتقد حروب الردة بيعتبرها أنها كانت تحارب باسم الجهاد في سبيل الله، في حين كان هدفها المحافظة على الأمة الإسلامية الاقتصادية والسياسية. فضل مرحب. هو هل هناك حد يعني قتل المرتد؟ في رأيين أساسيين باختصار شديد عشان ما نطولش. رأي بيقول إن المرتد يقتل، ورأي بيقول لا ما يقتلش. لكم دينكم ولي دين. الله، من عمل صلاحا فلنفسه، لا إكراه في الدين، إلى آخر هذا الكلام. طيب يا جماعة اللي قلت إن المرتد ما يقتلش، طب هل يصح أو هل يجوز أو هل يسمح للمرتد اللي هم انا بتكلم بتوع الحريه بتوع حريه الرده اللي هو بيقولك ما يرتد ما يتقتلش؟ سالناهم علماءنا بقى، قلنا لهم طب ايه اللي ما يقتلش ده مسموح ليه انه يدعو الناس الى الرده؟ هو ده بقى ايه الباسورد بتاع الموضوع. هل مسموح لي انه يدعو الناس الى الرده؟ هل مسموح لي انه يزور في الدين؟ هل مسموح لي انه يعطل مصالح الناس ومصالح الدين في الدوله؟ هو ده السؤال. لو انت سمحت له هتلاقي نفسك ما بتقول له اهجم على الدوله، خلاص اهجم على الامه، خلص على المجتمع. قال لك لا، هم اللي هم بتوع الحريه بتوع منهج عدم قتل المرتد. قال لك لا، لحد كده لا. يعني بنقولها البلدي، انت عاوز ترتد انت حر، امر يخصك، لا اكراه في الدين، اللي هيحاسبك ربنا. خلاص. انما في بقى داعي انك تمسك طبله وتمشي في ميدان التحرير تقول انا المرتد، يبقى انت ناوي على نيه سودة. انت فاهم ليه اصلا جمهور الكوره بيحرص رجال الامن ان مفيش مشجع من الفريق المنافس يندس في الجمهور المنافس، خوفا على الجمهور ولا خوفا عليه؟ النهارده لما تطلع تقول انا مرتد وتستفز الجماهير، انا اضمن لك امنك وسلامتك ازاي؟ هتشعل الفتنه والقتل في المجتمع، لان المجتمع فيه ناس موتوره وناس عاقلين وناس مجانين وناس مهابيش الى اخر هذا الكلام، شان اي مجتمع في العالم. فلما تمنع مشجع اهلاوي يندس في جمهور نادي الزمالك، او مشجع زملكاوي يندس في جمهور نادي الاهلي، يبقى مش معناه ان انت اهلاوي او زملكاوي، معناه انت بتحافظ على امن المواطن. فالاسلام عشان يحافظ على امن المرتد نفسه
بيقولوا لو سمحت خلي ردتك لنفسك، بلاش ان انت تدعو الى الردة في مجتمع مسلم. عاوز تدعو ليها اجري يا سيدي روح في بلاد كفر واعلن اللي انت عاوزه، ملناش دعوة بيك. الامر دوت عدل فير ولا مش فير، انصاف نصفة ولا مش نصفة، كل اللي بتطلبينه انك انت ما تحاولش تستفز الجماهير. فالنهاردة حضرتك بمنتهى البساطة، انا لو واحد مش عاوز يلبس لو واحدة مش عاوزة تلبس الحجاب، هي حرة ولا مش حرة؟ حرة. ايه ايه داعي انها تتحول الى داعية عشان تقلع الناس الحجاب؟ يا اخي لما كانت محجبة ما كانتش بتدعو الناس للحجاب، لما ما كانتش محجبة بقت بتدعو الناس لعدم الحجاب؟ ما انت شامم ريحة حاجة، ما انت شامم ريحة فساد. طب بمناسبة الحجاب، ايه رأيك في الدعوة اللي بتطالب بخلع المرأة الحجاب؟ يعني ده اعتداء على الحريات اللي احنا بنحميها كلنا. احنا بنقول اذا كنتم حريصين على كرامة المرأة، انتوا بتدخلوا ليه في لبسها؟ مش انتوا بتقولوا لنا كل ما نتكلم ونقول يا حجاب بتقولوا خلوا ما تعتدوش على المرأة؟ طب انت كده بتعتدي على المرأة المحجبة ولا مش بتعتدي؟ انت بتتدخل في شؤون المرأة، دي بقى مش بتاعتنا. ودايما بقول كده، بقول العلماء يمتنعون. يا شيوخ اسكتوا، ما تقولوش رايكم في الموضوع، ورونا بقى بتوع حرية المرأة. بتوع حرية المرأة دول اغرب ناس في التاريخ. اول ما يعتدى على المرأة تلقاهم طالعين زرافات ووحدانا من كل حد وصوب. انما لو كانت هذه المرأة مسلمة لها علاقة بالدين او امر فيه شعيرة دينية، يروحوا ساكتين سكوت صمت الحملان. ايه السبب في صمت الحملان اللي عندهم؟ علشان المسألة جاية على هواهم. ما شفناش ولا واحد من اللي بيحموا المرأة دول اللي هم اللي طلعوا يدافعوا عن الراقصة. فاكر الراقصة لما قلنا مفيش حاجة اسمها برامج رقصة؟ يعني عيب الكلام ده عليكم يا جماعة. طلع ناس صبيان عوالم على قفا من يشيل، صبيان العوالم على قفا من يشيل. الرأس جميل، الرأس لذيذ، الرأس خفيف، الرأس ظريف، الرأس حلو. وأول ما واحدة رقصة اللي هو الرأس الثقافة والفن والحضارة، أول ما واحدة رقصة لفت نفسها بعالم مصر، إهانة بلدنا وطبعا عارفين إن خدت حكم، لا أعلق على الحكم، إنما أنا أعلق على إيه؟ الله، هو أنتوا بتهاجموها وأنتوا لسه كانوا أول امبارح بتقولوا لنا الرقصة حضارة؟ هو أنتوا بتهاجموا الحجاب بتاع المرأة وأول امبارح بتقولوا لنا إن لبس المرأة حرية شخصية؟ هو يعني لو قام واحد ودعا النساء إلى عدم لبس الاستريتش أو لبس الهوت شارت أو لبس المايوهات أو لبس الشعر العاري أو أي حاجة، هتعملوا فيه إيه؟ إيه الكلب ميكيالين ده؟ هو ليه الإسلام الحيطة المايلة؟ هو ليه بنحس إن إحنا أيتام على موائد اللئام؟ هو ليه بنحس إن أي حاجة فيها احتكاك بالدين أو حرية دينية بنلاقي الاعتداء؟ أهو ده اعتداء صريح على قيم دينية أو على شعيرة دينية أو على حرية إنسانية أو حرية نسائية أو كرامة إنسان. ان انت تدعو وبعدين هو ده الحال. حكم ده في الشرع ايه؟ بدل ما تقول لهم تعالوا اخرجوا اعملوا مظاهره، حكم ده في الشرع ايه؟ من يطالب بخلع الحجاب للمراه المسلمه. هو الحقيقه طبعا احنا بنحكم على الفعل، ما لناش دعوه بالشخص. لا انا بتكلم على الشخص، انا لا حتى أيوة. يعني موضوع اصل موضوع، انا لو قلت حكمه اصل خد بالك برضو من حاجه. انا لا اعلم من الذي سيتصيد هذا الحكم ويرتكب فيه من الحرام. يعني لو راجل قال لمراته اقلعي الحجاب، انا هقول لك في سكه تانية خالص. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، كده عجبتني في سؤالك. ولا قدرة للزوج على اسمع عشان يبقى الكلام فيه بالانس. فيه ايه بالانس؟ لا يجوز للمرأة ان تطيع زوجها في خلع الحجاب ولو ادى الى ما ادى، لانه لطاعة لمخلوق في معصية الخالق. اسمع الباقي. ولا يجوز للزوج ان يرغم زوجته على الحجاب شرعا ودينا. ازاي يعني؟ هل يجوز للمسلم انه يتجوز واحدة مسيحية ولا لا يجوز؟ يجوز. عظيم. ده سيدنا حذيفة بن اليمان كان متجوز واحدة مسيحية. نعم. وسيدنا سلمان الفارسي كان متجوز واحدة يهودية. نعم. يعني يجوز للمسلم يتجوز مسيحية؟ نعم. هل يجوز له أن يرغمها على الإسلام؟ لا. يبقى ما أقدرش أرغمها على الإسلام وأرغمها على الحجاب. الإسلام ما سمحليش. بس هل يتحاسب عليها ولا لا؟ إذا ما أمرش، إذا ما نصحش، يعني إذا ما دعاش. إذا متزوج مسلمة ومش محجبة يدعو، هل يحاسب عليها؟ يحاسب لو ما دعاش. أنت تحاسب لكن لا يأمر. إنما لا إنما لا يفرض، لا يرغم. هل هي ولاية إعلام ولا ولاية إرغام؟ ولاية إعلام. طيب سؤال أخير وأنا بس تسمحك، معلش أنا بعتذر التليفونات اللي جت، أنا آسف الوقت جري مش عارفين ناخدها، بس تسمحك يكون في حلقة تانية الأسبوع الجاي نكمل حوارنا. بس سؤالي الأخير، أصوات كثيرة بتدعو أو تقول أن المرأة في الإسلام يعني مضطهدة جدا في الإسلام، وأنه سمح بزواج الطفلات كما يتردد أنه أو كما قالوا أن السيدة عائشة تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام في سن 9 سنوات. رد فضيلتك إيه؟ أنا ردي طبعا أنا في المناظرة إياها ديت
انا زعلت جدا انه بقى نص الحلقه نص المناظره دفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخوانا الموضوع دوت فيه اجتهادين. اجتهاد بيقول ان الكلام ده مش صحيح واني عندها 18 سنه، والاجتهاد الثاني بيقول انه الكلام ده صحيح وتسع سنين. لا، وفي راي كمان قيل، يعني قيل من ضمن المجتهدين ان ممكن الواحد يتزوج واحده لم تبلغ بعد الحيض وينتظر لغايه ما تبلغ الحيض. ما هو ده برضه وقال لك ده مرتبط بسمانه او نحافه الجسد، يعني من سخافات الاستدلال اللي استدل بها سين او صاد، بقى مش عاوزين نذكر اسماء. من سخافات الاستدلال يقول لك ايه، واللائي وبتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. قال لك اذا كان في الفلوس حتى اذا بلغوا النكاح، يبقى النكاح يحتاج الى البلوغ، دي لسه ما بلغتش. هو يا فندم مش فاهم، هو البلوغ الجنسي شيء وبلوغ الزواج او سن الزواج او القدره على او الطوق على الزواج ده موضوع تاني خالص. يعني الايه بتقول ايه، حتى اذا بلغوا النكاح، ما قالتش بلغوا جنسيا، مش بلوغ الجسدي اللي هو الحيض، مش المقصود بيه اصلا الموضوع ده. ففي نوعين بلوغ، البلوغ الجسدي وبلوغ الطوق على النكاح، ده موضوعين مختلفين. انما مش ده قصدي كمان، او مش ده موضوعي. الموضوع اللي انا زعلان منه انه انت ما نحطش النبي في قفص الاتهام ونفضل ندافع عنه. النبي مش متهم، ومش هنسمح لحد يتهم النبي، ولا نضيع وقتنا في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، لانه يعني ده مكرم فوق الخلائق وفوق الكون غصب عن اي حد صلى الله عليه وسلم. انما هنا ملحظ مهم جدا، هو الحديث اللي احنا بنناقشه ده هو النبي اللي قاله، مش واخد بالك من الحته دي؟ ايوه صحيح. دول ودول 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 تايهين في الحته دي. هو النبي اللي قال، قال صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشه وعندها 9 سنوات؟ لا. في حديث كده؟ لا، هاتولي حديث كده. مفيش. لا. في موزمبيق مفيش. فاذا امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان ده كلام مروي عن ام المؤمنين نفسها عائشه. اذا انت من حقك تقبل او لا تقبل، لا غلطت في الدين ولا غلطت في النبي ولا غلطت في التراث ولا غلطت في حاجه، اقبل او لا تقبل. انت ما ردتش حديث لرسول الله، ما احنا مش متوترين من هذه المساله. اما بقى في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ان شاء الله انا هجيب لك تاريخ ملوك اوروبا في الزواج من صغيرات. بالمناسبه انا مش انا بقول لك ان ده تطور الحياه الانسانيه. انا حوريك تاريخ فقرات من التلمود بتنص صراحه على زواج الصغيره فوق ما تتخيل. دي مش دعوه للزواج من صغيره، وارفض زواج الصغيره، مربربه ولا مش مربربه، تخينه ولا مش تخينه، الكلام منتهي ومحدش فينا يقبله على بنات. انما ده ظروف زمنيه. اما تجيب واحده في جاردن سيتي عندها 15 سنه ما تقارنهاش بواحده في كفر ما اعرفش ابو ايتوش عندها 15 سنه. دي عندها منتاليتي مختلفة ودي عندها ثقافة مختلفة. أرجو أرجو بس إن احنا يكون عندنا وقت متسع إن شاء الله الأسبوع القادم. يعني يا ريت تدعو نؤمن خلفه في نهاية اللقاء. بتقول ادعو نؤمن خلفه. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نسألك أن ترنا الحق حقا وترزقنا اتباعه. آمين. وأن ترنا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. آمين. اللهم لا تصرفنا من مجلسنا هذا ومن جمعنا هذا ومن لحظتنا هذه ومن ساعتنا هذه إلا وأنت راض عنا. آمين. إلا وقد بيضت صفحاتنا. آمين. إلا وقد جمعت صفوفنا. آمين. وهديت عاصينا إلا ونحن من عتقائك من النار. اللهم بلغنا رضاك وعلمنا تقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا يا ربنا مع نبيك وحبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لفضيلة العالم الجليل الشيخ خالد الجندي. إن شاء الله الأسبوع القادم الثلاثاء القادم إن شاء الله نكمل حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الشيخ خالد. أشكركم جدا، صباح الألف خير.